السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زيارة المقابر هي 27، نعم، هي الأصل في الزيارة كانت ممنوعة في الأول في عهد الإسلام، لأن الناس كانوا حديث عهد بالجاهلية، فإذا دخلوا إلى المقبرة شقوا الجيوب وندبوا الخدود ونتفوا الشعور ونادوا بنداء الجاهلية. هذا مشهد كان معتاد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل أول مرة قال لهم هذا المشهد غير معتاد، منعهم من الزيارة. لكن فيما بعد نزل الإسلام ونزلت العبادات والناس تعلموا عن طريق الصلاة 5 صلوات في اليوم ورمضان والزكاة والحج، ولا نظام تربوي أخلاقي، ولو الناس منتظمين منضبطين. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وسن لهم الأدب، قال لهم اللي بغي يدخل المقبرة لابد أن يسلم على أهل المقبرة: سلام عليكم أهل قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ومن بعد كنحتفظوا على الاحترام والتقدير، نقفوا أمام القبر بخشوع وندعيوا الله عز وجل، ماشي القبر، ندعيوا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة، والميت يستأنس بزيارة أهله ويستفتح له في قبره ويعطى له الإكراميات، ذلك الأجر والتواب، هذا كله جائز في السنة. لكن تخصيصها ب 27 هذا من العرف والعادة والثقافة الشعبية، لأن الناس خلقوا أفكار قالوا بأن ليلة 27 الأرواح تعود إلى القبور. هذا كلام ديال الناس، الأرواح منذ أول يوم ذهبت إلى البرزخ عند بارئها، اللي بقى في القبر هو غير الجثة، هي جوطابل، ديك الجثة ربي انتهت، لكن الروح الطاهرة كفنت وقيل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالناس اعتادوا هذا الكلام، وبعض التجار ربما من مصلحتهم ترويج هذه الأفكار، فصارت سوق رائجة في 27، الناس يبيعون مجموعة مواد الشريحة والتمار كذا، وسوق رائجة، بعض المقرئين يقرؤون القرآن، بعض المتسولين يلقوا فرصة، ولكن يعد ضجيج، هو أمر مباح، ولكن تخصيصه بال 27 بديك الطقوس كلها هذه تسمى بدعة إضافية، وكيوقع خلل اختلاط الرجال بالنساء، وكيعود شغب داخل المقبرة، وهذه مملكة الأموات لابد أن تكون محترمة وموقرة نوقرها. لكن نلاحظ في بعض مقابرنا كيوقع الضجيج وكيوقع الاختلاط بين الرجال والنساء، وكي اللي معرف الحرمة دي المقابر. لهذا ننصح أن الإنسان اللي بغي يزور المقبرة يزورها، يتفادى 27، إلا بغى شي حسنة يوصلها للميت يتصدق على الفقير أو المسكين أو يدعو الله تعالى في أي مكان. وبعد 27 له أن يزور وله أن يترحم وله أن يدعو الله بما شاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.